رأي أهل البيت هذا جاء مغموم. ثم عاد بعد 3 أيام وقال: يا أمير المؤمنين، عندي نصيحة، وإني لا أعلم بأن بهذه النصيحة أن أدخل النار، ولكن نصيحتك واجبة علي. إذا جمعت العلماء وجمعت القوات وجمعت وجوه الناس واستشرتهم في مسألة وتركت رأيهم وأخذت رأي هذا، وهذا تقول بإمامته شطر من الأمة، يعني مختلفة عنا، يعني ذلك بأنك نصرته علينا. انتبه، انتبه إلى ذلك، انتبه فعلا إلى ذلك. وكان هذا السبب سبب مباشر في قتل الإمام سلام الله عليه. استعان بمن؟ استعان بجعفر بن المأمون. جعفر بن المأمون شقيق أم حبيبة، ودست إليه سما في عنب الباسط. وأكل منه بأبي وأم، أكل من السم. وكان عمره الشريف لا يتجاوز 24 سنة، أكل عنبة واحدة فأحس كأن من فيه إلى سرته. من يقطعه بالسكاكين؟ أيجرحه بالمواسي؟ قال: قتلتيني يا عدوة الله. وأخذ السم يعمل في بدنه، سم فعلا قوي جدا قوي في حينه، أخذ يعمل في بدنه. فلما رأته قد اصفر وجهه أغلقت الأبواب عليه وخرج. تركته بأبي وأمي يمد يمينا ويقبض شمالا، طلب ماء بأبي وأمي فما وجد من يسقيه ماء. Oh,
والمؤسسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.